الخير على كل بشحونة وبيتابعونا ويوم جديد وفقرة جديدة من فقرات الطبيب، ويا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. أي مريض بيبقى هيعمل عملية أو هيجري جراحة معينة بيبقى خايف جدا وبيبقى قلقان، يا ترى أنا هقعد في العملية دي قد إيه؟ هتحرك بعديها بقد إيه؟ خصوصا اللي بيعملوا جراحات السمنة المفرطة والناس اللي بيعانوا من السمنة المفرطة. أسئلة كتير بتدور في أذهان حضراتكم، النهاردة هنرد عليها بالتفصيل. هنعرف النهاردة إزاي بيتم تجهيز المريض لإجراء عملية التحويل المصغر للمعدة، وإيه الإرشادات اللي الدكتور بيديها لكم، وكمان مش هننسى الحملة اللي دكتور كريم صبري عاملها بأسعار مخفضة خلال شهر 12. خلونا الأول نرحب بضيفنا اللي موجود معانا استوديو، دكتور كريم صبري، دكتور الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. وعرض متميز جدا يا دكتور، وجي وقته في يعني في المظبوط زي ما بيقولوا، عشان طبعا ايه راس السنه والناس اللي عايزين بقى يتخلصوا من اوزانهم ويظهروا بشكل بلوك جديد. في البدايه دكتور، حابة اعرف من حضرتك، هل فعلا عمليه التحويل المصغر للمعده هي العمليه الوحيده اللي بتخلص الناس اللي بيعانوا من السمنه من اوزانهم نهائيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي حضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا تحويل مصغر المعده المصغر هي من افضل العمليات، لكن هي مش كل العمليات. تمام. طبعا عمليه السمنه هي يعني مش كل العمليات تنفع لكل المرضى، ولا كل المرضى يناسبهم كل العمليات. تحويل مصغر المعده المصغر هي الاكثر شيوعا والاكثر طلبا والاكثر صعوبه شويه في اجراءها الحقيقه، لكن بتدي نتائج يعني على المدى البعيد اقوى من اي عمليه ثانيه. هي عمليات السمنه ببساطه، احنا لو عندنا لو احنا مصابين بالسمنه المفرطه، يعني وزننا 35 كيلو فوق الوزن الطبيعي، ابتدينا نشتكي من السمنه، فشلنا في نظام الدايت، يبقى اذا طبقا للاعراف الطبيه من 1990 91، الجايد لاينز بتقول ان انت تعمل عمليه لانقاص الوزن لان انت مصاب بالسمنه المفرطه. ما تحت ذلك ربما يكون سمنه مفرطه، سمنه موضعيه، بنبتدي نعالجها بقى باحد الطرق الموضعيه زي شفط الدهون، شد البطن، الاماكن اللي بتوزع فيها الدهون بصوره موضعيه. لكن احنا في نطاق السمنه المفرطه بعد وزن 35 كيلو او معامل كتل الجسم فوق 35 كيلو، فوق 35. تحويل مسار المعده المصغر دي تعديل لعمليه تحويل مسار المعده التقليدي اللي كان من 1970، لكن هو ما فرقش عن تحويل مسار، لا هو يعني يمكن بيقلل طبعا المضاعفات اللي هي قد تحدث نتيجه الوصلات الكثيره بتاعه تحويل مسار المعده التقليدي. قلل وقت العملية شوية. هي عملية مش معنى ان هي مصغر يعني ان هي ضعيفة، لا، هي مكتوبة حتى الوقت اللفظ ده ابتدى يبقى يتغير، يعني ابتدى يبقى سنجل انستموز جسرك بايباس، بحيث ان الناس ما تقولش عليها تحويل مسار المعدة المصغر، فيصل لأفهام الناس ان هي عملية مصغرة، ده معناه ان هي اقل كفاءة من عملية تحويل مسار التقليدي ذات الوصلتين. لا بالعكس، ده طول الأمعاء المستبعد أكتر شوية، الأقوى في إنقاص الوزن من الطريقة يعني التقليدية. في حاجات جراحات حديثة طبعا تحويل مسار تاني، يمكن احنا بس ما دخلناش في مصر، يعني احنا اشتغلناها طبعا بكمية قليلة شوية، زي السيرس أو تحويل مسار الاثنى عشر، زي التكميم مع التحويل، لكن هذه الجراحات لسه لم تأخذ يمكن يعني الاكسبتنس من الناس، او ان هي تبقى معتاده يعني. لكن دلوقتي تحويل مسار المعده المصغر هي الاقوى في علاج مرض السمنه، وخصوصا في الناس اللي هم اكل السكريات. تمام. الناس اللي سكرهم مش متظبط شويه. واضح قدامنا يا دكتور على الشاشه عشان كل الساده المشاهدين. بالظبط، يعني هي بتعمل كل العمليات اللي يعني تحويل المسار، يعني لو احنا بصينا للجزء الاعلى هيبقى عامل زي تكميم المعده بالظبط. لكن بيضاف عليه الكوبري اللي بيتعمل تحت اللي هو بتاع سوء الامتصاص. عشان كده لو واحد اكل سكريات بشراهه ما ينفعش ان هو يعمل تكميم المعده، لان تكميم المعده لن تؤثر، انا بقول اهو، لن تؤثر على الامتصاص. وبالتالي لو استهلكت سكريات كتيره قوي، يعني انت ادكت للسكريات، الشوكليتس، الايس كريم، الحاجات اللي فيها طاقه عاليه جدا، انت لو عملت تكميم معده مش هتستفيد قوي. الناس اللي عندهم سكر يعني مش متظبط، مرض السكري يعني مش متعالج كويس ومش منتظم، نسبته بتبقى عاليه، طبعا دول يعملوا برضو تحويل مسار المعده المصغر، بيضيع لهم السكر خالص في كل الاحوال. لو كان سكرهم من النوع الثاني، لو كان سكرهم من النوع الاول، الانسولين اللي انت بتاخده اصلا هيقل لاقل جرعه قد تصل الى 5 وحدات، البنكرياس يشتغل من جديد. لا، النوع الاول البنكرياس بمنهي، يعني ما فيش افراز اصلا، لكن النوع الثاني البنكرياس بيبقى شغال، بس طبعا في عليه نوع من الريزيستنس اللي بتخليه مجهد طول الوقت، فواقف خلاص اوجد واقف، وبالتالي بعد العمليه بيبتدي ينشط من جديد في النوع الثاني. لكن في النوع الاول الكميه اللي انت بتاخدها من بره، لان طبعا مش هتقدر تستغنى عن الانسولين، بتقل لاقصى الدرجات. كمان العمليه يعني طبعا هي قويه اكتر من التكميم برضو في بعض الحاجات، ان هي لو الانسان ابتدى يبقى يعني غير منتظم في الوجبات، هي اصلا بتقلل شويه الامتصاص، وبالتالي ما بتقدرش ان انت تزيد في الوزن تاني.
تكميم المعده فيها برضو هي عمليه كويسه، يعني هي الكويسه لو استخدمناها للمريض الصح اللي هو مش اكل سكريات، ما عندوش سكر زياده. يعني عمليه التحويل المسكر المعده بيستفاد منها المريض اللي بيحب الحلويات وبيحب السكريات، عشان كل الناس او برضو مريض سمن او مريض سكر او مريض سكر بس في نفس الوقت بيحب السكريات بالظبط، او عايز ياخد راحته في الاكل ما بعد اذن العمليه. طب واحد ما عندوش سكر ومش اكل سكريات وعايز يعمل تحويل مسار المعده المصغر، ما فيش حاجه في الطب خالص او في الجراحه او في مجال السمنه تقول لك انت ما بتعملش تحويل مسار المعده المصغر، بل بالعكس هي اقوى العمليات. ولكن احنا بنحاول ان احنا بناخد الحاجات السهله الحاجات السهله، يعني التكميم بنحاول ان احنا نعمله في الناس اللي هم ما قبل الزواج، البنات اللي هم ما قبل الزواج بتاع عايز تعمل عمليه في خلال نص ساعه في المستشفى في العمليات، تقعد يوم في المستشفى وتروح، مش محتاجه تاخد برده شويه فيتامينز ما بعد العمليه على فترات كبيره، لكن التحويل بياخد شويه فيتامينات ما بعد العمليه، لكن هي ما زالت تحويل مسار المعده المصغر هي الاقوى والافضل يعني، وبتستنى فتره كبيره دون الرجوع في زياده الوزن مره اخرى. تمام، زي ما انا ذكرت في الانترو يا دكتور بتاعتي وانا بتكلم في البدايه، المريض دايما بيبقى داخل على اي جراحه بيبقى خايف ومرعوب وقلقان، طبعا انت بتشوف ده في كل المرضى اللي بيجوا لك، ازاي بتطمنهم وازاي حضرتك بتجهز المريض؟ والله هو طبعا الجانب النفسي للمريض لازم يحترم طبعا، يعني طبعا. انا كجراح العمليه بالنسبه لي يعني كل يوم في العمليات طول عمري في العمليات، ما يعني ما فيش يعني تخوف، لكن المريض اللي هو جايب زي ام جايبه بنتها مريضه سمنه داخله على جواز وعندها مشاكل اجتماعيه كتيره جدا، عايزه تلبس وعايزه تخرج وعايزه تتحرك، البنت عايزه تعمل العمليه مامتها خايفة انت كده بتواجه يعني ناحيتين الام والبنت. انا قلت لهم يعني اول امبارح كان عندنا حد يعني كانت واضحه جدا، ودي صوره متكرره، ام خايفه على بنتها، البنت لازم تعمل عمليه، عايزه تعمل هتموت وتعمل عمليه بس بتخوفها اكتر طبعا بالظبط. لكن طبعا احنا ما فيش خوف خلاص، هي يعني العمليات يعني الاجهزه دلوقتي كلها الدبسات باور دلوقتي، المناظير هاي ديفينيشن، العمليات بتتعمل يعني احنا عاملين يمكن في الاحصائيه في السنه اللي فاتت عملنا حوالي 1500 حاله، يعني عدد كبير جدا، يعني ده يقول ان في نسبه الامان تقريبا وصلت الى اقصى درجاتها يعني في هذا، واحنا عايزين نقول ان العمليات دي بقت زي كل العمليات الاخرى. يعني احنا بنجهزها زي العمليات الثانيه، انت حضرتك بتساليني على التحضير، احنا ايه اللي بنعمله للتحضير لتحويل مسار المعده المصغر للتكميم مع التحويل لتحويل مسار الاثنى عشر؟ احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل التحاليل اللي هي الفحوصات البيزك اللي هي بتتعمل للمراره للفتق للغده للزايده، كل تحاليل اي حد عايز يعمل اي عمليه بنعمله نفس الفحوصات، لكن احنا في السمنه ربما يكون في مشكله في القلب لازم نعمل حاجات يعني فحوصات اخرى للقلب تطمنا عليه، واحد عنده مشكله في الصدر مثلا عنده ازمه عنده حاجه بيتم ارجاعه طبعا للتخصص المطلوب وبالتالي بنجهزه، واحد عنده شويه ادويه للسيوله محتاجين يتظبطوا قبل العمليه بنحاول نوقفهم قبلها بفتره بنحاول نقلبه على حاجه نقدر نوقفها قبل العمليه. التواصل الاول بين فريق العمل والمريض طبعا، في حاجات زي وظائف تنفس بنطلبها لبعض العيانين اللي هم يعني عندهم مشاكل في النفس اثناء النوم وبيشتركوا في سليب ابنيا، لازم دكتور التخدير يكون عارف ان النفس ده فيه مشكله ولا مفهوش ويبقى عارف قبل العمليه يفحص العين كويس جدا. فتحضير العمليات ما قبل العمليه احنا طب هل احنا بنعمل دايت قبل العمليه عشان نخف شويه في الوزن؟ احنا ما بنعملش كده، احنا بنحاول ان احنا ما قبل يوم العمليه بنحاول ان احنا نخلي المعده فاضيه بسوائل بحيث ان يوم العمليه تبقى المعده فاضيه احنا بنشتغل عليها. لكن كان في سيريز طبعا بتتقال كنا بنعمل الكلام ده وما زلنا بنختار بعض العينين اللي هو وزنهم بقى فوق ال 200 كيلو بنحاول ان احنا نمشيه على اسبوعين دايت بحيث ان حجم الكبد نفسه اللي هو جنب المعده يعني بنحاول نقلله شويه بنظام دايت، لكن هي زي كل العمليات مفيش مشكله فيها. طيب في نقطه تانية عشان برضو كل الساده المشاهدين والناس اللي بيشوفونا النهارده، حضرتك عامل عرض وعامل حمله كبيره جدا للتخلص من مرض السمنه نهائيا، عايزين نتكلم عن العرض ده يا دكتور ومين يستفاد منه وخلال وقت قد ايه؟ هي مش حمله كبيره قد ما هي الوقت قصير بصراحه، احنا اخترنا شهر اللي احنا نقدر نعمل بيه، احنا اخترنا تحويل مسار المعده المصغر لان هي الاصعب في الاجراء والاكثر شيوعا والاكثر طلبا لانها بتعالج سمنه وسكر والاكثر امانا طبعا والاكثر امانا واكثر يعني شهره، تحويل مسار المعده المصغر احنا حاولنا نوافق الاسعار بحيث ان يعني قطاع عريضي يقدر يعمل العمليه خلال شهر 12 ان شاء الله. كل الناس هيستفادوا منه باذن الله اللي هيجينا طبعا، كل الناس يتكلموا على الارقام اللي موجوده قدامه في الشاشه مباشره طبعا كلهم واخدين اوردر ان هم ان شاء الله يحجزوا لتحويل مسار المعده المصغر ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور كريم، كان منورنا النهارده من داخل الاستوديو دكتور كريم صبري دكتوره الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس ومدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل. وختاما مشاهدينا بشكر حضرتك مره ثانيه الاول يا دكتور مشاهدينا، وختاما فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله، استنونا هنرجع لكم ثاني.